العهد على نفسي اني اشعبن الطب. معلش مره ثانيه، خدت العهد على نفسي اني اشعبن الطب، اخلي شعبي، يعني خلي الرجل الذي لا يقرا ولا يكتب اذا بطنه وجعته يروح للدكتور، يعرف انه يروح للدكتور. بالظبط كده، ما ياخدش وصفات ونصائح من ناس. فانا خدت انا درست لطلبه كليه الطب يا شريف 7000 ساعه. بسم الله ما شاء الله، 7000 ساعه على مدى 30 سنه. الكلمه اللي جايه المهمه، مجانا. مفيش دكتور في مصر الا حضر لي، كان عين شمس والازهر وطنطا وبنها، وكل الجامعات كانت بتيجي يوم محاضره المحاضره اللي بقول. يقال عن، ارجوك ده 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 تعبير بس، تعبير علمي يعني، يقال عن جيل حضرتك والنوعيه دي من الاطباء انكم فصيله بدات في الانقراض، هل ده صحيح؟ من بدات في الانقراض، في الانقراض؟ ان انتوا انا كلمني دكتور مش هقول اسمه، أنا هقول لحضرتك، اتكلمت مع دكتور مش هقول اسمه. قال لي إحنا أساتذتنا دول كانوا يعني بالنسبة لنا أرباب العلم. ما بقاش في زي الناس دي دلوقتي. هل ده صحيح؟ هقول لحضرتك حاجة، هي وده اتصور ينطبق على جيلك يعني. هي الأمور اختلفت شوية. هي الأمور إيه؟ وسيلة الحصول على المعلومة. كان زمان مفيش غير المدرج. أنا عايز أتعلم طب أروح كلية الطب واحدة من دلوقتي بالتليفون بيجيب المعلومة بطريقة مختلفة. هاي. عشان كده هو ليس في حاجة إلى هذا الإنسان. أنا مش في حاجة إلى حسام موافي دلوقتي. طب ما أنا كل اللي قاله حسام موافي متسجل. طب ما أنا قاعد في السرير هشوف قال إيه في الشريان التاجي وقال إيه في الفشل الكلوي. بس الشريان التاجي ده حاجات الابحاث في الاخر مش لحم ودم، انما الوجود مع دكتور وتعامل معاه واحتكاك مع مريض بتالي ده اللي بيميز الدكتور المصري. انا هقول لك حاجه يا شيف جميله جدا. اتفضل يا فندم. انا استاذي اللي علمني والى الان لما اشوفه ببوس ايده دكتور جلال السعيد. اللي علمني دكتور شريف مختار. ده اللي اشتغلت معاه. ربنا يديك الصحه دكتور شريف، ارجو انك تكون دكتور جلال ربنا يديله الصحه. دكتور جلال طبعا ربنا يديله الصحه طول العمر. ده ببوس ايدهم الاثنين، يعني كان في يوم اكرم فيه وهم قاعدين، نزلت من على المنصه بص ايد ده وايد ده وبفتخر بهذا. دكتور جلال ودكتور شريف مختار دول اللي علموني يعني. دكتور جلال يعني ادانا العلم بطريقه يعني غير عاديه. وبعدين انا لاحظت، لقيت نايب بيقول لي يا بيه حضرتك وانت بتسمع قلب العيان بتغمض عينيك. حتى فعلا انا بغمض عيني وانا بسمع، بتركز قوي في ايقاع ضربات القلب. طلع جلال سعيد بيعمل كده. تاثرت بيه. انت اما تعيش مع الاستاذ بتشفط منه كل حاجه بما في ذلك العلم. هل استخدام الدين ده مهم لشعب؟ انا دلوقتي ابتديت افهم، بس في حاجات ما كنتش فاهمها يعني. انا بتكلم بصراحه وشفافيه مطلقه. كان دايما يؤخذ على حضرتك الربط ما بين